هنتكلم برضو يا كريم عن القايمه، ولكن خلينا نبقى عارفين برضو ان احنا بنلعب ومعانا 6 لعيبه مش موجوده منهم. طبعا بنتكلم الشناوي، بنتكلم طاهر، اكرم توفيق، بيكهام، ناصر ماهر، صلاح محسن، بتتكلم كمان بالاضافه لحسين الشحات اصابه، ووليد سليمان. فانت عندك يعني مجموعه اساسيه مش موجوده، ولكن هنرجع نقول تاني مفيش لاعب في الاهلي مش اساسي، مفيش لاعب في الاهلي ما بيأديش بنفس مستوى الاهلي. فاحنا كلنا ثقه في الفريق، ولكن برضو حضراتكم لازم تبقوا عارفين الشكل اللي احنا داخلين بيه. هتقول لي ان دي مثلا مباراه ممكن تكون فرصه عظيمه جدا لو هنتكلم عن على علي لطفي تحديدا. اكيد هي فرصه عظيمه لاثبات الذات لعلي لطفي تحديدا، واحنا قبل كده جربنا برضو علي لطفي في الماتش اللي كان ما بين الاهلي والزمالك، وادائه الرائع بصراحه اللي كلنا، او خلينا نقول تفوق على نفسه على كل التوقعات اللي كانت الى حد ما بتشكك في مستواه. فاعتقد كان الرد على الملعب هو احسن رد. خلينا نعلن لحضراتكم بقى دلوقتي قائمه الفريق اللي دخلت معسكر مغلق بالامس، ده استعدادا لمواجهه الانتاج الحربي. وضعت قائمه الاهلي 21 لاعب، هم علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، مروان محسن، محمد شريف، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، وسعد سمير، علي معلول، والتر بواليا، جونيور اجايه، محمد هاني. هيغيب زي ما كنت بقول لحضراتكم في المباراة الانتاج الحربي محمد الشناوي واكرم توفيق والاسماء التي ذكرتها، ده طبعا ليه ان هم بيشاركوا في دلوقتي او مع المنتخب الاولمبي. وبالمناسبه هو دلوقتي في ماتش ما بين زي ما كنت بقول المنتخب والارجنتين، واعتقد كده ان لحد دلوقتي ما فيش اي نقاط جات، لان احنا ما سمعناش اي حاجه، احنا قلنا لهم يوافونا بالكواليس اول باول، بس يعني ان شاء الله خير. لغايه قبل ما ندخل على الهواء بدقيقتين ثلاثه عايز اقول لك منتخب مصر كان هاجم وضاغط ومفوتين 3-4 فرص ما يفوتوش. طب ده مش حلو بقى ان انت تسمع يعني، بس الفكره العامه على يعني على الاقل شويه اللي حضرناهم، لا في اداء وفي شكل كده في الملعب وفي ثقه ملحوظه. بعدين انت بتلعبي الارجنتين برضه، يعني مش بتلعبي برضه حد على قد الايد، لا ده فريق كبير وتقيل يعني، فاهم انا بتفق معاك، ولو ان الناس كانت بتتكلم ان انت عندك يعني اللي انت المجموعه بتاعتك الاسهل، كان متوقع ان انت هتكسب استراليا، لكن استراليا كسبت الارجنتين، انت تعادلت مع اسبانيا برضو، عارف تحس زي اليورو كده، الموضوع مش خلاص ما بقاش فيه تكهنات، ما بقاش فيه حد يقدر ان هو يتوقع حاجه يعني. الى حد كبير. وعلى فكره حتى على صعيد الالعاب الثانيه يعني التنس وغير التنس، في وبالمناسبه هيكون عندنا اخبار يعني في هذا الاطار، في مثلا ممكن تتفاجئوا ان لاعب او لاعبه تصنيفهم رقم 300 على مستوى العالم بيفوزوا على حد متصنف رقم 25، هنقول لكم التفاصيل في وقتها. على كل